نبدأ بسؤال الزميل فواز الأسلمي من صحيفة المواطن. متى سيتم إعادة الجرعة الثانية، وهل هناك أولوية لبعض الفئات أم لا؟ طبعا الجرعات الثانية يتم من خلال اللجان الوطنية المعنية المختصة بالأمراض المعدية، وأيضا بالمراكز المعنية واللجان التوجيهية القائمة على متابعة أمور اللقاحات، تقييم ذلك بشكل مستمر، وأيضا نتابع دائما مستوى ونسبة وصول المجتمع للمناعة وتقدم إعطاء اللقاحات لأفراد المجتمع، ومع تقدمها سيتم بإذن الله إقرار مواعيدها، وستكون بإذن الله تلقائية، لا حاجة لأي أحد أن يقوم بمتابعة أو إجراء أي إجراءات من نفسه، ستكون المواعيد بإذن الله الجرعات الثانية تلقائية ستصل للمستفيدين، ودائما الأولوية والاستثنائية ستكون لمن أعمارهم 60 عاما فأكثر.